هلا رقيب مطلع علي حسن عبد الله من الطائفة العلوية مرتبات الفوز السادس. تم اعتقالي بتاريخ 18/3/2012 في مدينة دير الزور من قبل الجيش السوري الحر، وهذه هويتي. أنا المجند يامن ماجد الفرج، مجند في الفوج السادس من الطائفة العلوية، وهذه هويتي. أتى العميد الركن محمد صبح إلى الضيعة لعنا وقال لك باريد الضيعة طوى أولادكم بالجيش، لأنه بده تجي السنة تدبح أولادكم وتدبحكم. ف راحت مجموعة كبيرة من شباب الضيعة وطوعت، وأنا منهم يعني. وقام العميد كمان بوضع متاريس على أطراف الضيعة كمان، وبنفس الوقت كمان إجت مساعدة دعم من حسن نصر الله حزب الله بأسلحة إلى الضيعة عن طريق شخص يدعى حسان كريش. أتى بسلاح للضيعة، من سلاح من بندقيات روسية ورشاشات BKC وقنابل. طلعنا للبيت بندقيتين روسيات و350 طلقة. طبعا قامت مجموعة من عناصر الحزب، مالك بدر ونبيه محمد وصديقه جعفر ظروف، بالذهاب إلى مدينة حمص منطقة الخالدية، وخطف 5 بنات، 4 منهم من الطائفة السنية وواحدة مسيحية. تم تشغيل البنات بالضيعة، طبعا هن خطفوهم خطف يعني غصب، وأجبروهم بالضيعة على الشغل على العمل بممارسة الجنس وتوفير للمدعوين مبالغ مالية كونهم يتعاملون بممارسة الجنس. طبعا الأربعة بعد فترة من الزمن رجعوهم، بس ظلت وحدي من الطائفة المسيحية، ظلت بفيلا يدعى الدكتور مهندس يدعى حسين أحمد الأحمد، طبعا دكتور بالجامعة، هذا بدأ جنب بداياتنا اسمه الحصة فيلا، هي ظلت تشتغل عنده خدامي، ما راحت معهم. أنا ما شاركت معهم بالأحداث هذه، بس عندي اطلاع عن هذا الموضوع. وفي كمان قام كمان إبراهيم أحمد درويش ابن خالي، اللي هو معه بنتين، تنتين من البنات، قام كمان بأسمائهم بسينة حسين أحمد ومزنة غسان مصطفى، هذول التنتين. البنت مزنة غسان مصطفى عمرها 17 سنة طالبة مدرسة، وبسينة عمرها 20 سنة جالسة بالبيت ما بتشتغل شيء. شغلهم على أساس إنه يستدرجوا شباب على أساس إنه لممارسة الجنس معهم، وبنفس الوقت يقوم إبراهيم بتصفيتهم للشباب. بسينة جاب 2 من قرية السماريل إلى البيت، بس من بيت مين ما بعرف، جابته للبيت وإبراهيم قام بدوره بتصفيتهم. أما مزنة ذهبت إلى قرية برج قاعي وجابت 2 يدعوا من بيت خويخة، جابتهم على البيت وتم تصفيتهم من قبل إبراهيم. كمان قام أخي محمد حسن عبد الله وأخي ياسر حسن عبد الله مع زوجاتهم، كل من ناهد صالح إبراهيم وبهيجي فواز أحمد، اثنيناتهم انهم واحدة منهم زوجته بهيجي زوجة ياسر وناهد زوجة محمد. قامت ناهد أول شيء زوجة محمد، هي مدرسة في مدرسة الضيعة، قامت باستدراج الموجه من قرية السماعيل من بيت الخويخة، قامت باستدراجه إلى البيت، بيت إبراهيم طبعا، بحجة إنه ممارسة الجنس معه، وكان بانتظاره في البيت كل من أخي محمد وأخي ياسر ورفيقهم صقر وأخوه محمد، وطبعا كنت أنا موجود، ولكن كنت موجود حارس على الباب برا، وطبعا إبراهيم صاحب البيت. أول ما فات انهالوا عليه بالضرب وعيطوا لي انا لجوا، فت لجوا قال لي بتضرب معنا، شاركت معهم بالضرب فقط.
بعدين قلعوني لبرا، ما خلوني يضل واقف معهم. قاموا بانهالوا عليه بالضرب، بعدين تم تصفيته وحملوه بسيارة وذهبوا فيه إلى مفرق قريته ورموه على مفرق القرية. الحادثة الثانية